يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، وجولة جديدة من جولات 10 الصبح في الأهلي. احنا متواجدين دلوقتي داخل المركز الأولمبي بالمعادي، وعايزين نتكلم عن الاستعدادات المختلفة للرياضات والمنتخبات المصرية البارالمبية، وإن شاء الله كمان استعداداتهم لباريس 2024. المعسكرات هنا بتتم بشكل مغلق، عندنا أبطال كتير جدا، عايزين نروح ونسمع عن أخبارهم وقصصهم، نتعرف كمان على الكواليس منهم والتحديات اللي بيواجهوها لغاية إن شاء الله مشاركتهم في باريس 2024. جولة مهمة جدا وأخبار حصرية جدا هتلاقوها النهاردة إن شاء الله، يعني من خلال كاميرا 10 الصبح في الأهلي. يلا بينا.